السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تمارين تقويم الوحدة السادسة، المرجع الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله، التمرين الأول تقويم توليفي، أكتب العبارة حالة سكون أو حالة حركة في المكان المناسب. إذا لاحظوا معي الصورة، الطائر في الصورة في حالة السكون أو حركة، في حالة حركة. العش في حالة السكون. إذا الطائر في حالة حركة، حركة. العش في حالة سكون. الطائر في حالة حركة، أما العش فهو في حالة سكون. التمرين الثاني تقويم المكتسبات، أربط كل صورة بطاقة تناسبها. إذا دوران طاحونة مائية تحتاج إلى قوة الماء، تحتاج إلى قوة الماء. إذا الطاحونة المائية تحتاج إلى قوة الماء. دوران الناعورة الهوائية تحتاج إلى قوة الرياح، الناعورة الهوائية تحتاج إلى قوة الرياح. أما بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية في السدود، كما نعرف السد قوة الماء تنتج الكهرباء. إذا قوة الماء لإنتاج الطاقة الكهربائية. التمرين الثالث، البرد عبارة عن كريات ثلجية مختلفة الحجم. إذا البرد عبارة عن كرات ثلجية مختلفة الحجم، يتسبب تساقطها في إلحاق أضرار مختلفة بالإنسان وأيضا بمحيطه. إذن البرد يسبب أضرار للإنسان أو لمحيطه. لاحظوا معي هنا السيارة أحدث فيها ثقوبا، لاحظوا معي أي حجم الكرات البرد والطماطم، لاحظوا معي الأضرار التي ألحقها البرد. إذا أجيب نعم أو لا عن الجمل. البرد عبارة عن ماء صلب، صحيح نعم. تسقط كريات البرد بفعل جاذبية الأرض، صحيح نكتب نعم. يمكن أن نقي الأشجار والفواكه من تساقط البرد بوضع شباك، صحيح نعم. يمكن أن تتسبب كريات البرد في إصابة الإنسان، نعم صحيح نعم. إذا البرد هو عبارة عن ماء صلب، وتسقط كريات البرد بفعل جاذبية الأرض. يمكن أن نقي الأشجار والفواكه من تساقط البرد بوضع شباك، نعم صحيح. هذا تفاح على ما أظن، ليس طماطم. يمكن أن تتسبب كريات البرد في إصابة الإنسان، أيضا هذا صحيح. التمرين الأول من تمارين الدعم، إذا تقويم المكتسبات أضع علامة في تحت الجملة الصحيحة. قوة الجذب تبعد الكرة، لاحظوا معي حين يضرب اللاعب الكرة بالمضرب، هل هي قوة جذب أو قوة دفع؟ إذا هي قوة دفع، إذا هذه الجملة غير صحيحة. قوة الجذب تقرب العربة، تقرب اللعبة، نعم صحيح. قوة الجذب تغلق الباب، قوة الجذب تغلق الباب، إذا خطأ. التمرين الثاني، أتم الجمل التالية بما هو مناسب. يتطلب صعود الطائرة إلى الأعلى قوة دفع أو جذب. إذا تحتاج، يتطلب صعود الطائرة إلى الأعلى قوة دفع كبيرة. إذا تتطلب قوة دفع كبيرة. يتطلب عودة الغطاس إلى سطح الماء قوة جذب، يجذب الماء ليعود إلى سطح الماء، إذا قوة جذب. التمرين الثالث تقويم المكتسبات، أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا لاحظوا معي الصورة الأولى، لاعبو كرة السلة، ما هي القوة التي يستعملونها لإدخال الكرة إلى الشباك؟ إذا هي قوة دفع، قوة دفع. أما بالنسبة للعبة جر الحبال فهي تحتاج إلى قوة جذب بين الطرفين، قوة جذب بين الطرفين.
التمرين الرابع والأخير، وتم الجملة بالعبارة التالية: لمخاطر كوارث قوة. إذا تتمايل الأشجار بازدياد قوة الرياح. قوة الرياح، يمكن لقوة الرياح أن تتسبب في كوارث طبيعية، كوارث طبيعية. يجب أن أنتبه كثيرا لمخاطر تكسر الأغصان، لمخاطر تكسر الأغصان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.